أهلا بكم مشاهدينا. بينما تتجه الأنظار إلى المحادثات الجارية في باريس، توقفت صحف أجنبية عند الخطة التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن غزة بعد الحرب، معتبرة أنها تتعارض مع رؤية إدارة بايدن وما يطرح ضمن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن الخطة التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي لغزة بعد الحرب، والتي يتعهد فيها بالاحتفاظ بالسيطرة العسكرية إلى أجل غير مسمى على القطاع، أثارت غضبا، ورأت أن تطبيق خطة نتنياهو يعني استحالة إقامة دولة فلسطينية تشمل غزة والضفة الغربية على الأقل في المدى القصير. وأشارت إلى أن هذه الخطة تدل على أن نتنياهو يتحدى الضغوط الدولية من خلال كسب الوقت، وأن الغموض الذي اتسمت به صياغة الخطة يوحي للولايات المتحدة والقوى الأجنبية الأخرى التي تضغط من أجل السيادة الفلسطينية بأنه لا يزال هناك مجال للمناورة. وتنقل الصحيفة عن أحد الخبراء أن نتنياهو يترك الخيارات مفتوحة ويؤجل الكثير من القرارات، ومع ذلك رجحت الصحيفة أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تسريع الصدام بين إسرائيل وعددا من حلفائها الغربيين. في صحيفة ذهل الأمريكية تطرق بريدرس إلى أبرز نقاط اختلاف خطة نتنياهو مع الآراء الدولية، مشيرا إلى أن السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة إلى أجل غير مسمى تتعارض مع أي مسعى لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة بالكامل، وهي الدولة التي تدعم الولايات المتحدة قيامها على أساس أنها السبيل الوحيد لتحقيق السلام. ورجح أن تواجه رؤية نتنياهو رفضا من الفلسطينيين والولايات المتحدة والدول العربية التي دعا جميعها إلى إقامة دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب دريس، قبل وضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة يجب إنهاء القتال الذي لا تزال أفاقه غير واضحة. صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن مخطط نتنياهو لما بعد الحرب على غزة يبدو متعارضا بشكل كبير مع رؤية الولايات المتحدة والحكومات العربية في المنطقة، وأضافت أن الخطة التي قدمها تسلط الضوء على الفجوة الواسعة بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن التي تعمدت أهداف الحرب الإسرائيلية في غزة، لكنها حذرت مرارا وتكرارا من إجراء تغيرات في حدودها الإقليمية. ولفتت الصحيفة إلى أنها لا تشير إلى أن نتنياهو مستعد للمضي قدما في المحادثات بشأن إقامة دولة فلسطينية أو حتى أي دور للسلطات الفلسطينية بعد انتهاء الحرب، رغم أن مقترح إدارة بايدن لما بعد الحرب تتمحور حول إعطاء دور للسلطة الفلسطينية لحكم غزة. وأيضا مشاهدينا، صحيفة واشنطن بوست رأت من جهتها أن مقترح نتنياهو بشأن غزة يأتي في وقت يتزايد فيه زخم المحادثات في باريس من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة وإطلاق المحتجزين لدى حماس. واعتبرت أن رؤية نتنياهو لليوم التالي بعد الحرب بما في ذلك السيطرة الأمنية إلى أجل غير مسمى على غزة تتعارض مع الجهود الدبلوماسية المبذولة ودعوة حلفاء إسرائيل الغربية للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى السيادة الفلسطينية في غزة بعد الحرب. ونقلت عن أحد الخبراء أنه بينما يواجه نتنياهو ضغوطا أمريكية، فأن الهدف الأول من هذا الاقتراح هو شراء الوقت. وقال أحد المحللين في رفح للصحيفة إن ما يقدمه نتنياهو يتمحور حول إسرائيل ومصالحها دون أي اعتبار لحقوق الفلسطينيين. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية رأت أيضا أن المقترح الذي قدمه نتنياهو بشأن مستقبل غزة يتعارض مع أهداف الولايات المتحدة، فهو لا يشير إلى أي دور للسلطة الفلسطينية التي تريدها إدارة بايدن أن تدير القطاع، ويرفض الخطوات الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية. كما أشارت الصحيفة إلى أنه بحسب خطة نتنياهو سيتم تقسيم مستقبل غزة إلى مراحل قريبة ومتوسطة وطويلة الأجل، ما يعني أن إسرائيل ستواصل حصارها طويل الأمد للقطاع وتعتزم البقاء. وأضافت أن هذه الرؤية تتناقض مع مساعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تتصور سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع تمهيدا لمحادثات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.